يا حبيب الروح، روح شوف مستقبلك عالماضي، لا تروح مستقبلنا إلك لعيونك، بس لعيونك. شارع عزمي عندنا شارع عزمي اكثر ناس مبسوطين نحن الكرو ببقى بس لانه الناس روعه، ناس عم بيتعاملوا معنا وبيتفاعلوا معنا بشكل رائع. هلا في كثير ناس ورا الكاميرا صاروا يركضوا ويقولوا لنا بدنا نشتركوا معنا، هيك الليستة هالقد الليستة من الناس. يا ريت شهر، هالشهر اكثر من 30 يوم، يا ريت هالشهر 90 يوم قد ما في ناس اشتركت معنا. برجع بذكركم اذا ما طلعتوا معي بالبرنامج رح تطلعوا معي بغير مطرح على الاكيد. بعدني عم فتش على الكيس اللي عاجبني البديه. الحقني. بونجور مدام. بونجور. بعتذر منك انا خوفتك. بونجور. شايفتيني شيء؟ لا. تفضل بتحبي ما تخافي ما حنعمل لك شيء. قربي شوي. اوكي نحن فيوتشر تي في. اوكي خليك وريني وقف هالجهة اذا ممكن لانه الكاميرا بوجنا. عنا برنامج اسمه ايه بس. شايفه هيدا التراك هون؟ هيدا صوت هي انا هيك كنت من يومين. انا اوكي رح ترجم. ايه نعم. شايفه هيدا التراك هون؟ رح نعمل فيه شعر ميك اب. اوكي تيب بدك تشتركي معنا؟ مع انه شوي مشغولة بس نبرة بلا في شغل اهم منا نحن. لا. اوكي بتشتركي معنا؟ اوكي بتسلمينا حالك؟ اوكي شو العيون رح يعمل لك شعراتك؟ اوكي وبق شو حلو شو حلو طرابلس شو حلوة. ما في حدا بيقول لي لا يا جماعة. حبيبتي انت لكن اندري كيف كتير ناس اليوم حابة تشترك معنا بس حسيت انه سلمى انا از ذا كيس اللي حاسة انا حابة غيرها. سلمى يمكن اعمل لك شعراتك خضر. لا ما بعرف انا شو بحس. مثل ما بدي مثل ما قعدك على الكرسي وما بعرف شو بحس. مثل ما بدي ماشي الحال. شو حلوة الثقة. يلا الحقوني. هلما سوا. فينا نشيل حوالينا نحن ثلاثة مثلا للمخلوقة ما تخاف منا مثلا. بونجور سلمى. بونجور. عم نشوفك بلا عوانين. بونجور سلمى. خي ضو الضو. سلمى اهم شيء بسلمى ميشيل انه سلمتني رقبتها على الاخر. حتى وصلت معها بدي اعمل لون شعرك اخضر ما قالت شيء غير انه هيك ماكسيموم. فانت هلا بما انه اخذنا الاوكي بدي غيرها كليا. اوكي ما بدي اسود بس هيك عم بقول لك اصطفل ما بدي اسود. هيدي اول شغله لازم نعملها. اللي بدي اقوله هلا هو لازم هولا اكيد هي اللي بقوله. بشرتها غامقه السواد مش مقساها مسود لها بشرتها وتحت عيونها كل شيء. هدول شغل باولا هي هلا رح تحكيهم. انا اللي بدي اقوله اول شغله لازم نعملها هو لازم نشيل الاسود هلا هلا هلا. لا امبارح والله انت السادس. كتير أسرع حالة لازم نعملها هي إنه نشيل الأسود. ومن وقت اللي بنطلع من الأسود لوين ما رحنا على أي لون ما رح تحسي حالي غير إنك تحولتي 180 درجة 360 درجة. لحظة هون تيب بدك تعود علي أندر ما فيي. بس بشوف شغلة بدي أقولها نكبر بالعمر بيجي بيقولوا لي بقى أنا هيدا لون شعري الطبيعي.
كلنا خلقنا شعرنا اسود، بس مع العمر مع العمر مش رح نشيل، يعني ما رح نبقى شعراتنا سود، بس اذا نزلنا بلشنا نخفف درجتنا الاسود ما بنبين انه نحن اكبر من عمرنا زياده. الاسود بيقسي وبيكبر مع العمر، حتى لو خلقنا شعراتنا سود، الشقره بتخلق شقره بس ما إيه مع العمر بتشيل. سيرتن ايج لازم واحد لازم تفتحي وتعملي شويه ماش تيعطوك اكلال لوجهك لحتى يروق لون الوجه، وحتى التجاعيد اللي بدهم يبلشوا يطلعوا. شو بحب شو دبلوماسي يا عم، التجاعيد بدها تطلع وين بدنا نروح فيها؟ مبسوطين ومنحبها، وكل سنه وكل 10 سنين وكل 20 سنه اوكي. فشعر الاسود ما راح يعطيك مدام اصغر، نو حتبيني اكبر 20 سنه من الاخر تحت كفي. بركي رادش براون او براون، انا بدي نشوف حسب البراون اللي نطلع منه. اكزاكت شعبالي ما عامله حتى رادش. كان وي جو فور عسلي. هلا سؤالي لك، قد ايه لك بتصبري اسود؟ هيدا السؤال العجيب. ثلاث سنين نيالنا. برافو بهنيكي، بس بدي هنيكي بقوة لأنه ما بخبرك الأسود شو حنشيله بسهولة اليوم مشان ما تطلع في طلب المرأية. قد ايه فينا مش قد ايه رح يعمل ينهار؟ هذا سؤال نحن لما بيقولوا لنا قد ايه بدكم تقصوا من اللون؟ ايه بس 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 فا قد ايه بدنا قد ايه بتحملي انه ينقص شعرك لحتى ما نفاجئك كثير اليوم؟ بس اعطيني شوي. انا ما بحب قص كثير اصلا. لا تعمل شهدة انسى الموضوع. طيب اذا هالقد من الطول بس بدي اخلق ما نعمل لوك من قدام. اوكي اوكي لانه اصلا ما بحب نقص. تيفتح هيدا السواد يلي هون هو اوريدي تعبان ما بعرف ليه، لازم نشيل منه تعمل ديجراديه. يلي بدنا نشيله من هون ما بيأثر لك ابدا على طول شعرك، بس بيعطيك نعمل شيب. ما في شيب ولوك جديد للقصه. طالع كلك هيك بفرد بلوك. اورايت انتهينا. في شيء بعد؟ انا كله على بعضه. قد ايه بده وقت هيدا الشيء اللي حنشتغل فيه؟ ايه بس بس ايه بدها. دخلت دغري فتنا بجو ما لازم نحكي عنه. رح ننتقل ل كلنا سوا بفرد صوت. باولا اورايت. هاي باولا. يس يا باولا، غير انه رح نفتح الحواجب ونشيل الحواجب، رح ننظف اكيد مش حنرفعه. ليكي كيف عملت عملت هيك فتحت عيونها. انا ما بحب الحاجب الرفيع هيدي وما بحبوا هالقعد. انا مش شايلتهم سوري، وما بنحبوا اصبعين. ايه انه اصبعين ما بنقعد نشوف الحاجب مش عوينات. حاجب حاجب، فبدهم تزبيط. بدي لونه يكون قريب على الرسيل الجديده اوكي. بتعرف عم تريح صوتها؟ ما هي صوتها رايح، عارفه شو عم تعمل. ايه ايه لا anyways خلصنا من الحاجب، ما بنحط فوندوتا، بنحط بس باودر. وشو رح نعمل بالنسبه للعيون المبطنه؟ بنعمل لهم ميك اب ناتشورال. فينا نحط من تحت اي لاينر او قلم كحله اكيد ملون يكون كرمال يعطيها يضوي لها وجهها. مزبوط. من فوق اكيد ما بنشتغل كثير اي شادو. شو حنعمل لسر؟ لسر فينا نحط الكونسيلر كاموفلاج اللي هو الاورنج، بنخلطه مع الانتي سير كرمال نقدر نغطي مزبوط السر. اصلا بس تفتح شعرها دغري وجهها بيفتح، بطل مبين هالقد. نعمل شويه كوركسيو على المنخار. ما هي مزبوط، هيدا كله بيصير بالسكالبتينج. للمنخار وللوجه بنعمل له خدود، وكمان بنزغل له وجهه لحتى نعمل له البيرفكت شيب. ايه بس بس ايه بس anyways يلي نحن رح نشتغل اليوم رح تشوفوا فرق كتير كبير. اخدين وقتنا مرتاحين. ليه؟ لأنه ضيفتنا على الآخر مشي معنا. ما هيك مشيت؟ بس ما ناخد وجه كتير. على الأكيد خلصنا شعر، خلصنا ميك اب، هلا بدنا نعيد كلنا سوا بفرد صوت. رانا بونجور. بونجور رنا، عارفك على سلمى. هاي سلمى من طرابلس فيحة. نحن كتير مبسوطين انه عندنا شخص جسمه كتير متناسق. اي سايز بتلبسي؟ بتلبسي 38 بين 38 40. بدي ريحها، بدنا نعمل لها اللوك هلا. هي كتير حلو جسمها بالبانت ومثل ما لابسه. بدي اطلع منه لبسها دريس. اوكي دريس هيك نقي انواع من الدريس.
ايه بدنا نفرفحها شوي، شعراتها رح يفتحوا. بس هيك بقول لك، بس كل شيء معك، شو ناقصك؟ اوكي رنا رح تجيب لنا تيب، اوكي ورح نشوف بالاخر الفاينل لوك لسلمى مع بس واكيد هروح على بيرو مودا طبعا. اوكي وهلا كلنا يعني كلنا نطلع لبرا ونكفي الشغل. اوكي بس ما بينعطاهم وجه. اوكي ايه بس يلا شو جي جي عدنان بدنا نصور مع الشباب، مش مشاوي هيدي. كثير حلوه. شكرا. ثانك يو الله يعافيك. تحبي تشتركي معنا؟ شو بدي اعمل؟ يعني ما بعرف شو بحس ميشيل. اوكي نحن هون عم نعمل الشعر، الميك اب، تيابك بغير لك، يمكن اقصر لك شعرك. لا يعني عم نفتش، ما بدك، نحن عم نفتش على ناس حابين نعمل لهم كات غير شكل. لا بس المهم انت كنت معنا، هيدا اهم شيء. حبيبتينا. اكيد. اورايت. طيب شو الاسم؟ دارين. اندري دارين. لوين؟ حبيبتي انا كنت فوق. اوكي دارين، احنا بنشكر كل اهل طرابلس اللي عم يستقبلونا بطريقه مش معقوله. ثانك يو فيري ماتش حبيبتي، ويل سي يو. ورح نقنعك تقصي شعرك. لا تعبي شوي هي. أنا شايف الفيترينات بس فظيعين، كل القطع بدها تكون موجود، كلها ما حدا لازم يزعل، كل القطع سوا. نحن برنامجنا كل شيء بس بنعمله هون على الطريق عنا. تحبي تشتركي معنا؟ اوكي تكره. شو قولكم نقطع على تاني جهه؟ في كافيه، في تجمع، في كافيه. كأنه شفنا ناس بنعرفهم عن بعيد، عملوا لي هيك. فأنا كثير بحترم خصوصية العالم. بقى معلش هن عرفوا حالهم، وقولهم حد يسمعي بعدين. شايفتيني؟ شو بحب وحياتك، ما رح اعمل لك فاشن بوليس لانك لبسه كثير حلو اليوم. ثانك يو. نحن عندنا برنامج اسمه ايه بس نعمل ميك اوفر ونغير الشعر كل شيء هون بهيدا الفاني اللي ما عندي كل، بس على كل فيه اعطي تيب عيل. شوفوا شو لابسه حلوه، انه فظيعه ماشي بالسوق مش لابسه كعب ستيلاتو، انه معليه كيف بيمشوا فيهم هول؟ ما بفهم انا. ترتيب اي ساعة اللي كان ما بيعني عاملة اوفر، زبطة حالة مرتبة، شي سو فيمينين. بتعرفي لأي سنة رجعتيني بهالموديل؟ ل 1960، بس 1960 لهلا رجعت درجة الموضة اللي هن رصاتين. يعطيك العافية. كعكة طرابلسية. شو هيدي الجبنة اللي تحطها بس؟ عكاوي. عكاوي. يعطيك العافية. بوجور. نحن تلفزيون الفيوتشر. عم نعمل برنامج عن اللوك، تحضرينا شيء بنهارات؟ لا. بخصوص الرجال يلي دايما هو رأس المرأة، هو دايما بده ياخذ قرارات. هني اول ما جينا نحكي تخبى ورا مرته، انه ساعه البدنه بتكون المراه هي الاساس. ما فهمت. يا دايما نحن راس الاساس، هي لا فهمنا. لا الرجال راس المراه. كل معنى الكلمه. اوكي بس كانت هيك، ما في ملاحظه يعني قعدت على قلبي.
alright. فيترين كلها بدل أعراس، ما في بولو ما. بونجور، نحن فيوتشر تي في. طيب صورة معك مدام كمان. لا بونجور، يعطيكم العافية. نحن فيوتشر تي في مدام. أهلا. كيف صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. تحضرينا الحمد لله. إيه؟ كيف لك؟ نحن عنا بنتي النضارة دغري. تفضلي تفضلي. نحن بنعمل هلا في برنامج خاص عم نعمله، نعمل ميك اوفر ونغير كل الناس هون بتركز. شفتوا بس بعرف اللي عم بقول لها ماما شو هيدا؟ قلت ما بعرف شي ماركه هي. لا مش ماركه هي، انا هي تصور انا حبيبتي. لا يا قلبي بس نحكي والله بالعكس. بالعكس بالعكس للكل للكل. وهيدا هدفنا انه كل الاعمار وكل الناس 24 ساعه بنضل فاتحين عليكم حبيبتي. الله يخليكي. لا يمكن. برنامجنا اسمه مثل ما قالوا الشباب ايه بس بس. اوكي. ايه رح ينعرض ان شاء الله على مده شهر، تشوفونا كل يوم في إعادة لإله. ما منقيم عنا حبيبتي بصعبة. حبيبتي ما منقيم أبدا. بدنا ناخذ نحن وياكم صورة. هيدي اسمها هانتي بيكوز ام هانتينج بيبل، مش سيلفي. اوكي. اوكي. نحن كثير بننبسط تشوف ناس دائما. الله يخليكي الله يخليكي. ثانك يو ثانك يو حبيبتي. باي. يا حبيب الروح روح شوف مستقبلك، عالماضي لا تروح، مستقبلنا إلك لعيونك. بس بس لعيونك. نحن كلنا بانتظار الريفيل تنشوف كيف طلعت معنا سلمى. شعر ميشيل ليون، ميك اب باولا، والاوتفيتس فيرو مودا وبيسز. او ماي جاد. لازم تشوف الرياكشنز. برافو. هون لازم نقول انه اتصلت بقرايبينا سلمى واجوا كلهم لهون. سلمت سلامات تحيات. اورايت. هلا كانت امك هلا راحت. اي رح تخبركم هلا قصه حياتها لانه المعطره قعدت معنا كذا ساعه بس بالاخر انتبهي لها هون لحتى نكون دائما نحن توب. ميشيل رح يروح مع سلمى على البيت مع المصر. أنه مبسوط بالشغل. أول شيء بدي أشكره كتير، بدي أشكر مازن يلي فعلا تعب كتير بتغيير لون الشعر. لازم نرجع نكرر ونقلكم لون شعرات سلمى كان أسود مثل الفحم. ما كنت متوقع أنه يصير. ولازم كانت كل الوقت عم تعمل لي إيه، عم تبتسم لي وهي ما عم تبتسم. هي ما يترعبي. أنا كنت أحس بالنهاية يا ريت بس بنذكر شوي ميشيل مازن قد ايه تعب وبشو فعلا. اللي انشغل افسار ورجعنا نعملنا الصبغة وشوية ماش بقلبهم لحتى نرجع نضويلها على وجه الالوان. انا بدي اتشكر مازن وبدي اتشكر ساعتك فينا. اي ساعتها ما كانت عمية عمية. ان شاء الله تكوني حبيبتي. انا كنت لسه هيك قلبها عم يعمل. مية مية. اهلا على كل. كتير حلو الميك اب بجنن. باولا عملت المكياج حلو مثل ما شفتوا. ضوينا لها وجهها بكل الطرق، عملنا لها ماسك بيض لها وجهها. اكيد انتم شفتوا كل الصور. بالنسبه للثياب طبعا افيرو مودا اعطاها لوك جديد. نحن التقينا فيها ببنطلون، كنت لابسه بانس، كنت لابسه اشياء كثير حلوه، جسمها كثير متناسق. بس قلت لها ما عليه خلينا نكون فيمينين من فوق لتحت. و
هيك طلعتي غرشة حبيتي؟ حبيت اوكي عظيم ان شاء الله على طول. وهيك ميشيل انا بشكركم كلكم، بشكر باولا، بشكر فريق العمل. هلا رح نقدم لنا طبعا هدية لسلمى. ايه انت سامع فيها شيء؟ عارفه شو؟ لا ايه هلا رح لا والله. اول شيء شوارتكوف مقدم لك تريت مالا شعرك وبدك تلحقي شو قال لك ميشيل بحذافيره. ميرسي. اوكي. وديوو مقدم لك مايكروويف. يا سلام. هيدي الهدية اللي اجا بدل ما كنت. ميرسي ميرسي. اوكي. ميرسي. طيب في شيء كلمة بدك تقوليها قبل ما نختم؟ انا بشكركم والله. لا مش بس لك عم بقول لك تشكرينا. انبسطتي تقعدي معنا؟ ايه انبسطت ما تعبت. قولي لي ايه بس 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 ايه بس 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 بس